لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. المغرب يستنكر مغالطات إسبانيا ويفضح مخططات معادية لقضية الصحراء. تتواصل الأزمة الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا، فقد أعربت كريمة بن عيش سفيرة المغرب في مدريد يوم الخميس عن استنكارها للتصريحات الغير ملائمة والوقائع المغلوطة التي قدمتها أرانشا غونزاليس وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني. وأكدت بن عيش أن المسؤولة الحكومية الإسبانية أدلت مؤخرا بتصريحات للصحافة والبرلمان وصلت فيها تقديم وقائع مغلوطة وإصدار تعليقات غير ملائمة، مضيفة أنه لا يمكن إلا أن نعبر عن الأسف للطابع البئيس والانفعالي والعصبية التي رافقت هذه التصريحات. وقالت سفيرة المغرب في مدريد: يحق لنا بالتالي التساؤل عما إن كانت هذه التصريحات الأخيرة خطأ شخصيا للسيدة الوزيرة أو أنها تعكس النوايا الحقيقية لبعض الأوساط الإسبانية المعادية للوحدة الترابية للمملكة والقضية المقدسة للشعب المغربي ولكل القوى الحية للأمة. وأكدت بن عيش أن الاحترام المتبادل والثقة بين البلدين اللذين تحدث عنهما السيد رئيس الحكومة الإسبانية أضحيا للأسف موضع شك حاليا، وخلصت الدبلوماسية المغربية إلى أن المغرب أخذ علما بذلك وسيتصرف بناء عليه. وشددت وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني في تصريحات سابقة على أن ضغوط المغرب لن تغير موقف مدريد من نزاع الصحراء، وقالت أن إسبانيا لا تزال ملتزمة بحل سياسي يجب التوصل إليه في إطار الأمم المتحدة. لا تبخلوا علينا متابعينا الكرام بتعاليقكم.